السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في قناة خلاصة الطب Conclusion. معكم دكتور حسين عبد العليم أخصائي البطنة. النهاردة موضوع قديم وجديد، يعني تكلمنا عنه كتير لكن ناس سألت عنه كتير، وهو متكرر كل يوم بنشوف حالات في العيادة. المشكلة مش فيه، المشكلة في التعامل معها، وهو جرثومة المعدة. إيه الجديد في جرثومة المعدة؟ وإيه نظام العلاج القديم؟ وايه الاكلات والاطعمه اللي بتدمر جرثومه المعده وتخلصنا منها؟ وايه نظام الغذاء الصحي واسلوب الحياه الصحي اللي ممكن يحمينا من جرثومه المعده؟ وايه هي اصلا جرثومه المعده؟ وايه مضاعفاتها؟ وايه اضرارها؟ وايه اللي ممكن يحصل فيها؟ يلا بينا توكلنا على الله. بسم الله. جرثومه المعده ميكروب حلزوني بيجي عدوى من الجسم من بره، من طريق الاكل او الشرب بيدخل الجسم. وجدوا ان في البدايه خالص حاجه الجينيتك هيستوري بتاعه بتاع جرثومه المعده هذا الميكروب الحلزوني، طبعا مايكروسكوب بيبان بالميكروسكوب بس، ولو تحاليل معينه هنقول هنتكلم عليها كلها. ده بيعيش في تحت الطبقة المخاطية وتحت الغشاء المخاطي المبطن للمعدة أو الأمعاء. وطبعا هذا الميكروب أو جرثومة المعدة مشكلته أن هو موجود في الأكل والشرب عن طريق الأكل والشرب، بس في ناس ممكن تتعدى وناس ما تعداش. فسروها علميا، مثلا اتنين ياكلوا من نفس الأكل، واحد يجيله جرثومة والتاني ما يجيلوش، فسروها أن ده عنده استعداد وراثي، حاجة جينيتك يعني للجرثومة، واللي ما جالوش ما عندوش استعداد وراثي، وذلك الجرثومه ما استظرفتوش فما دخلتش المعده بتاعته وزهقت منه. طيب ازاي نعرف الجرثومه ونحلها؟ في ثلاث انواع تحليل: تحليل بالدم، وتحليل بالبراز، وتحليل عن طريق النفخ. يعني مش هندخل في تفاصيل كتيرة، هو التحليل الدم بيعتمد على الانتي بوديز او الاجسام المضادة، التحليل اللي بالبراز بيعتمد على اعزكم الله بيبقى على الانتيجين بتاع المادة الفعالة اللي في تفرزها جرثومة المعدة او هذا الميكروب اللعين. النفخ بيعتمد على الجرثومة نفسها او حاجة بتفرزها، حاجة اسمها يوريا بريس تيست. ده المهم بيبين النسبة بالظبط لانه بيعتمد على الجرثومة نفسها موجودة ولا مش موجودة ونسبتها كام. مش هنخش في تفاصيل طبيه كتير. ابو دكتور قول لنا بتعمل ايه الجرثومه؟ قبل ما نخش نعمل لها ايه وناخد علاج ايه، هي بتعمل ايه او اثرها الجانبي ونعرفها ازاي؟ طب نعرفها اما بالتحليل، ساعات هي موجوده في 50% من الناس كلها لكن اغلبها موجود بدون اعراض. لما بتدخل في الحاله النشطه بتعمل اعراض. ايه هي الاعراض؟ بتختلف من شخص للتاني. ساعات بيتعمل غثيان لاعب، تراش، الم في المعده، ساعات امساك، ساعات اسهال، ساعات بتعمل انتفاخات وغازات ونقول ازاي. ساعات بتعمل تشوش في الدماغ. ليه؟ لان هي بتضعف حمض المعده، فبالتالي البروتين اللي احنا بناكله مش هيتهضم كويس، وبالتالي في بتعمل نقص في النواقل العصبيه اللي بتفرزها اللي بتنتج في الجسم، اللي بتنتج من التحلل البروتين وهضمه، فبوصل البكتيريا النافعه المفروض يتحول في نواقل عصبيه، الاستايكولين، الدوبامين، النورابينفرين، السيروتونين، هذه النواقل الجابا اللي هو الجابا من الوتيريك اسيد. المهم هذه النواقل العصبيه هتقل فيحصل قلق والمزاج يبقى مش مظبوط والحاله العصبيه والحاله النفسيه مش كويسه. طبعا برضه هذه الجرثومه والميكروب العين ممكن يعمل ثقوب في جدار الامعاء فيحصل تسريب الامعاء او تسرب الامعاء، وبالتالي ممكن الاكل احنا بناكله او البروتين اللي بنقوله ممكن يتسرب ويعمل يخرج من الامعاء. هذه الثقوب والتخرمات او الثقوب اللي بتحصل في الامعاء فيحمل نوع من التحسس. يبقى اكل ما كنت بتاكل، يا دكتور انا كنت باكل اكل الاول ما كانش بيعمل لي حساسيه، دلوقتي بيعمل لي حساسيه نتيجه هذا تسرب الامعاء، فيحصل حكه وهرشه وافراز هيستامين، تضطر تاخد مضادات هيستامين ومضادات حساسيه. كل دي من اثار الجرثومه. طبعا بتعمل التهابات في المعده والقولون ونزله معويه، انترايتس، جاست انترايتس، امساك، اسهال، تراش، بتفرق من شخص للتاني. احنا عاده في لما يكون المعده ملتهبه او في تراش او اسهال وحاله حاده
ما بنديش حتى علاج الجرثومه في الاول، بنوقف كل الحاجات عن طريق الفم وندي عن طريق الوريد ابر ومغذيات وبنتازول 40 ومش عارف ايه اي في وحاجات ودانسترون، حاجات مضاده للقيء، ولو في برضه فلاجيل مضاد للاسهال، كله عن طريق الوريد لحد ما الامور تستقر والحاله تهدى. طبعا بنبدا بعد كده الكورس. كان زمان بيستخدموا مضادات حيويه قويه جدا، الاول كان يستخدموا الكاليسترومايسين وال 500 مثلا كل 12 ساعه لمده 14 يوم 15 يوم، بتفرق علاجها بيقول 15 يوم لشهر ونص. طيب الساعات دلوقتي، ومع طبعا الاموكسيسيلين ومع ال اوميبرازول الجرعه الثلاثيه وفي الجرعه الرباعيه اللي معاها الفلاجيل، او طبعا ساعات الجرعه الثلاثيه بتفرق يا اما اموكسيسيلين يا اما ميتروبرازول او فلاجيل، مش هنخش في التفاصيل بس يعني فكره عامه، الناس اكيد في بعض الناس خدوا الادويه ودول عارفينها. فبتفرق، مثلا مريض عنده اسهال يفضل نستخدم له ميتروبرازول، مريض عنده امساك استخدم له اموكسيسيلين في الجرعه الثلاثيه. ده بيكون بالاتفاق مع الدكتور بتاعك في العياده. لكن احنا هنبدا بفكره عامه ازاي نقاوم الجرثومه وايه نعمل ايه عشان نتخلص منها. تمام. اهم حاجة في علاج الجرثومة طبعا المضاعفات بتاعتها قلناها، ممكن تعمل قرحة، ممكن تعمل التهابات، نزلة معوية، امساك، اسهال، تشوش في الدماغ، سوء المزاج، عدم اكل، انتفاخات طبعا، غازات في القولون. ممكن تعمل في حالات نادرة جدا كانسر والعياذ بالله، يعني ما نهملش فيها، ممكن في حالات ثبت ولو انها حالات نادرة جدا يمكن 1% ممكن تعمل كانسر في الاستومك، يعني سرطان في المعدة نفسها، ده غير البيبتيك ألسر والتقرحات والكلام ده. طب يا دكتور قلت ما تخوفنا منها، قول لنا نعمل ايه. قلنا الكورس بتاع جرثومة المعدة آراء مختلفة، في النظام القديم اللي هو 15 يوم وساعات شهر وشهر ونص، والنظام الحديث في نظام جديد كده اللي هو الثلاث ادويه 7 ايام بس ومنحل اليوم الثامن او بعدها بفتره، 7 ايام يعني على الاوميبرازول البروتون بامب انهبيتور بي بي اي، وممكن ساعات بيدوا موكسيفلوكسين او ليفوفلوكسين 500 7 ايام ويدوا معاها موكسيسين او ميتروبرازول. في ساعات بعض الناس بتجيب معاهم نتيجه وفي ناس تحتاج تكمل كمان اسبوع، ده قلنا ده هيبقى معاك في العياده. طب يعني ايه الاحتياطات؟ اولا ما اكلش من اكل من بره خالص، يعني يفضل اقلل الاكلات من بره او اي حاجات معموله على زيوت مغليه او حاجات مطاعم، احاول اقلل من اكل خارج البيت. يعني ده المصدر، الخضروات لازم اغسلها كويس، المايه لازم تكون نظيفه والمصدر موثوق فيه. دي الحاجات الوقائيه. طيب ايه الاكل الصحي اللي ممكن يخلصني من جرثومه المعده؟ اول حاجه في بكتيريا نافعه احنا بنستخدمها اللي اسمها اللاكتوباسيلس بروبيوتيك، يعني طبعا دي ممكن اخدها كمكمل او اخدها في الخضروات المخمره المخلل الكرنب الملفوف، افضل حاجه عليها اللي هو عصير الكرنب او مخلل الملفوف او شاي كامبوتشا او اللبن الرايب او الزبادي، دي المخمرات. لكن هو عصير الكرنب لو انا اخدت مثلا سلقت الكرنب شويه وضربته في الخلاط وعملت عصير كرنب كوبايه الصبح كوبايه بالليل بدون سكر طبعا لمده 15 يوم على ممكن تجيب نتيجه. تاني حاجه يبقى هو البكتيريا الاولاني اللي هي حمض اللاكتيك موجوده في الاطعمه المخمره، حمض اللاكتيك ده يعني شاي كامبوتشا المخمرات كلها، الخضروات الكولومبيه الملفوف البروكلي الارنبيت الجرجير الليفت، كل دي موجود فيها بشكل. طبعا قلنا قبل كده ان المخمرات لازم نعملها في البيت، لان لو جبنا مخللات جاهزه من بره بيعرضوها الحراره عشان تستوي بسرعه فبتقتل البكتيريا النافعه اللاكتوباسيلس، يبقى ما استفدناش حاجه. خلاص يبقى ناخد اللاكتوباسيلس او فيها حمض اللاكتيك عن طريق يا اما بروبيوتيك او ناخدها كخضروات مخمره، بروكلي وملفوف وليفت والحاجات المخمره، او شاي كامبوتشا والكافير والكلام اللي تلاقيه يعني. تاني حاجة اللبان او قبل ما اللبان الذكر المسكة، في حاجة اسمها اللي هو الفجل الحار، الفجل الابيض ده برضو بيقتل الجرثومة جدا، ممكن ناخده كمكمل لو هو كان بيحرق، لكن انا بحبه حار بصراحة، انا بحب اكله بيحرق شوية بس حلو. الفجل الابيض، راس الفجل البيضة ديت، او الفجل هنا في السعودية بيقولوا عليه البجل، احنا في مصر بنقول عليه الفجل. ايا كان، المهم عصير الكرنب، الفجل، الحاجات المخمرة، اللاكتوباسيلس، البروبيوتيك، كل ده كويس. اللبان المستكة او الماستيك جم ده بيجي من السمغ، يعني جزء من السمغ من الحاجات الايه
الماست الجم لبن الذكر او لبن الماستيكه ده ممكن نجيبه كمكمل، ناخد كبسوله الصبح وبالليل لمده 15 يوم او شهر، ده برضو بيخلص على جرثومه المعده. برضو زيت جوز الهند، زيت جوز الهند جميل جدا، لو ناخد مثلا معلقه الصبح ومعلقه بالليل لمده 15 يوم او شهر ممتاز، ده غير فوائده، احنا عاملين حلقه عن زيت جوز الهند قبل كده. برضو اللي يهمنا جدا العرق سوس، ممكن تمضغه الصبح وبالليل، عرق سوس جميل جدا برضو خصوصا المعده، الا اذا كان واحد عنده ضغط او امراض كلى يعني يفضل استشاره الطبيب برضو، لكن كلها حاجات مفيده وملهاش اي اثار جانبيه. خلاص يعني قلنا اكتر الحاجات اللي موجوده، لبان المستكه ومستك جم، عصير الكرنب، زيت جوز الهند، زيت الاوريجانو، ممكن زيت الاوريجانو نقطه على مثلا على نص كوبايه ميه، نقطتين ثلاثه او خمس نقط، ممكن من ثلاثه يعني من ثلاثه خمس نقط على نص كوبايه ميه الصبح وبالليل برضو لمده شهر او 15 يوم حسب شده الحاله. وبرضو عصير الكرنب، لبان المستكه، زيت جوز الهند، زيت الاوريجانو، الحمض اللاكتيك عن طريق الحاجات المخمرة، المخمر الخضروات المخمرة عموما، لفت، الكرنب، البروكلي، اي خضار مخمر او لبن رايب، وانه يفضل يكون معمول في البيت عشان ما يتعرضش الحرارة يخلص على دي. طبعا اتكلمنا عن جرثومة المعدة النهارده في الخلاصة، وان مضاعفاتها ممكن تعمل قرحه، ممكن تعمل غثيان، لاعب، طراش، امساك، اسهال، تشوش في الدماغ، نقص في النواقل العصبيه، ممكن تعمل ولا عايز اقول في حالات نادره جدا كانسر، في 7 حالات 1% نسبه 1% يعني ان شاء الله ما تحصلش يعني. المهم ناخد العلاج وخلاص ونتابع مع الدكتور، والكورس اللي عايز يمشي على الكورس الانتيبيوتكس ماشي. برضو الحاجات الثانيه اللي قلنا عليها، برضو اهم حاجه ممكن لو انا عملت صيام متقطع وحميه كيتو او لو كارب، دي بتريح القولون وبتدي فرصه للجسم يقاوم حتى جرثومة المعدة اللي هو الميكروب الحلزوني اللي بيعيش تحت جدار المعدة أو تحت الغشاء المخاطي، عشان هو ما بيحبش الوسط الحمضي، الحمض العالي بيحرق الجرثومة، احنا بناخد مضادات حموضة فبنضعف الحمض، فبندي فرصة للجرثومة أكتر إنها تنمو، ومضاعفات طبعا هي لأن هي بتضعف الحمض أصلا جرثومة المعدة. طب نعمل إيه؟ أفضل حاجة إن أنا حتى بعد ما المعدة تهدى وكده واستريح، أنا نفسي ماشي عليها الميه بليمون بخلي تفاح، انا بوسم اكل وجبتين في اليوم، بعمل صيام متقطع 16 18 ساعه بدون اكل، بس بشرب ميه، قهوه، شاي بدون سكر بعد كل وجبه، يعني مرتين في اليوم كوبايه ميه ساقعه عاديه، واعصر عليها ليمونه، واحط معلقه خل تفاح عضوي كبيره، معلقه اكل او معلقتين صغيرين بدون سكر طبعا، واشربها بالمصاص بالشاليمو بعد الوجبتين. دي جميله جدا، دي بتقوي الحمض وبالتالي ما تديش فرصه، لان الحمض المفروض يكون قوي، طبيعه الحمض من 1 لـ 3 دي عاليه جدا، عشان كده بتحول وسط قلوي وتضعف الحمض وتدارى منه تحت الغشاء المخاطي. برضو من ضمن اعراض جرثومة المعدة ممكن تلاقي دم في البراز، دي احد اعراضها عشان ما ننساش كل حاجة. بالاخر زيت جوز الهند، زيت الاوريجانو، عصير الكرنب، المستك جام او لبان المستكة، الخضروات المخمرة، كرنب، عصير كرنب العادي، او ممكن ناخده كمخلل كخضروات مخمرة، شاي كمبوتشا، شاي الكافير، لبن الرايب، الزبادي، المية بلبن مخلي التفاح، التوم والبصل، نسينا نقولها عليهم، التوم والبصل من ضمن الحاجات القوية جدا اللي بتقتل الجرثومة. انا يوميا مثلا لازم في اول وجبة 3 فص توم او 4 فص توم اهرسهم او اخدهم متعشر اسيبهم كده او ادغدغهم باسناني واكلهم في وسط الاكل مع زبادي مع زيت زيتون مع لبن رايب، ممتاز جدا وبيريحك من جرثومه المعده واعراضها وجانبها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.